الأمم المتحدة كانت أعدت وثيقة داخلية بتحدد مسارات دعم ليبيا وشكلها نحو وقف طبعا دائم لإطلاق النار وتطبيق حازم لحظر توريد الأسلحة لليبيا. الوثيقة دي تضمنت بنود بيتم العمل عليها على تنفيذها من خلال الاتفاق ما بين كافة الأطراف في المؤتمر. بتتضمن 6 بنود، من بينها إصلاحات في مجال الاقتصاد، إصلاحات في مجال الأمن، وقف إطلاق النار، تطبيق حظر توريد الأسلحة، إلزام ممثلين لأكثر من 10 دول مدعوة للمشاركة في المؤتمر بالعودة للعملية السياسية في ليبيا، الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وبحقوق الإنسان. من المنتظر أنه القادة تتناقش في حل الأزمة في ليبيا وإقرار وقف إطلاق النار وجهود محاربة الإرهاب وتوحيد المؤسسات التنفيذية والتشريعية والعسكرية الليبية من خلال آلية 5+5 اللي وضحناها دلوقتي لحضراتكم من خلال الاتصال الهاتفي مع دكتور محمد حجازي، وهي آلية زي ما يعني أشار أنها بتتيح الفرصة بشكل أكبر لإلزام تركيا بما تم التوصل لي في مؤتمر برلين، وإلا ستواجه تركيا عقوبات، فضلا عن فرض العقوبات اللي بنتحدث عنها على من يسهل الحرب في ليبيا. أي طرف بيدعم إردوغان، أي طرف بيدعم الإرهاب، هو كمان هتقع عليه العقوبات، لأنه بكده هو ساعد وساهم في انتشار العنف، في انتشار الميليشيات، في انتشار الخراب وعدم الاستقرار والسلام لليبيا وللشعب الليبي. ووقف تركيا كذلك واحدة من أهم البنود، وقف تركيا إرسال سلاح وقوات لليبيا زي المشهد اللي تابعناه امبارح وأدعناه على حضراتكم هنا، مقطع فيديو كان مهم جدا وأثار الجدل بصراحة بشكل كبير، أنه كان في طائرة من المرتزقة بيرسلها إردوغان لليبيا، والطيران الإفريقي كان بيناشد بضرورة التدخل، لأنه يعني شيء غريب جدا أنه بيبعث بهؤلاء المرتزقة لليبيا، وده كان عشية مؤتمر برلين.